السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام عليكم أيها السامع. تلاقينا مجددا لكي نتعرف على أساليب جديدة في تعرف النفس. أريد أن أقوم لديكم بنموذج تعرف النفس إن شاء الله. أنا مصطفى ابن مرزوق، أنا منتسب إلى مقاطعة كاننور، أنا محظوظ بأسرة سعيدة من أب رحيم وأم حنون، وأسكن مع عائلتي في قرية الفرنبا، وأتعلم في مجمع دار الفلاح الإسلامي في مرحلة الثانوية العليا. إن شاء الله سأتملك شهادة هدوي من جامعة دار الهدى الإسلامي بعون الله وتوفيقه. هوايتي قراءة الكتب، وأحب كتابة الشعر أيضا. أتمنى أن أصبح معلما يوما، لأنني أحب مهنة التعليم، فهي مهنة الأنبياء والرسل. هدفي خدمة الأمة قدر المستطاع، وأطمع في المستقبل حصول الدكتور في موضوع المتعلقة باللغة العربية بعون الله. تشرفت بمعرفتي إلى اللقاء. إذا هذه الطريقة نستطيع من خلالها أن نعرف عن أنفسنا باللغة العربية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، فأنبهكم عند التعرف النفسي أول قبل كل شيء أن تكونوا واثقين من نفوسكم، أن تكونوا واثقين من نفوسكم، وأن تكونوا هادئا ولا تتواتروا، وأن تظهروا تبسما في وجوهكم، وأن تنظروا إلى من يستمع إليكم، وأن تعرفوا أنه إنسان طبيعي، ولا تشغلوا بالكم كثيرا عن رأي الآخرين، وأن تكونوا صادقين فيما تتحدثون به، وأن تكون لغتكم عربية فصيحة خالية من كل الأخطاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.